السلام عليكم ورحمة الله وبركاته إخوتي وأخواتي، أهلا وسهلا بحضراتكم مرة أخرى مع هذا اللقاء المفتوح مع علمائنا الدعاء والمفكرين والشخصيات التي أتت لتحتفي وتحتفل بهذه الثورة المباركة بعد عودة قناة الناس إلى أحبابها ومشاهديها في كل مكان. يسعدني أن يكون معي شيخ جليل رأيتموه كثيرا في برامج قناة الناس السابقة، وسترونه بإذن الله في قناة الناس ما بعد الثورة، فضيلة الأستاذ الدكتور مازن السرساوي. مرحبا في الدكتور. أهلا بكم. اشتقنا إليكم شيخ مصطفى. ربنا يحفظكم. وداعية يعني هو ما زال حتى الآن ضيف على قناة الناس في يعني مناسبات مختلفة، وما أعظمها من مناسبة أن يكون معنا فيها ضيف كريم الداعية الثائر دكتور حازم شومان. مرحبا دكتور. أهلا وسهلا. حازم شومان 25 يناير غير بعد 25 يناير. هنشوف الحكاية دي. فالدكتور مازن، تعود الناس حينما تنزل محنة كبيرة أو اهتزاز كبير يكون هناك تفسير للأحداث من خلال أحاديث الفتن وأشراط الساعة وأن القيامة اقتربت، وحتى هذا في أحاديث البسطاء يعني يربطون. لكن طبعا أهل العلم وشباب الصحوة والملتزمين ينظرون إلى المسألة بضوابط معينة. ما هي الضوابط الشرعية في النظرة للأحداث التي تنزل أو النوازل أو الوقائع من خلال أحاديث الفتن؟ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك اللهم على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فلا شك أن المسلم وقاف عند حدود الله عز وجل، ومسألة الفتن من المسائل الخطيرة جدا التي أساء كثير من الناس التعامل معها لقصور باعهم فيما يتعلق بها من مقاصد شرعية. مسائل الفتن جاءت فيها أحاديث كثيرة، الواجب على المسلمين أن يكون عندهم دراية بها ابتداء، يدرسوا هذا الباب، خاصة نحن في زمان الفتن كما هو متفق عليه، وقد بدأ هذا الزمان منذ عهد بعيد جدا، يعني في أعقاب عهد النبي صلى الله عليه وسلم فتح باب الفتن وبدأ عصر الفتن، وهو يزداد كل يوم عما سبقه، حتى قال بعض أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: لا يأتي على الناس زمان إلا والذي بعده شر منه سمعته من نبيكم. هذا قول النبي صلى الله عليه وسلم يحكيه عن بعض أصحابه. لا يأتي على زمان شر منه، يعني يزداد الفتن فيه شيئا فشيئا. فالواجب على المسلمين كبيرهم وصغيرهم أن يكون لهم فقه خاص بهذا الباب، خاصة وأن كثيرا من الناس كما قلت يسارع بإسقاط الأحاديث على بعض الأحداث في غير مظنتها. يكون الحديث في جهة لم تأتي بعض ضوابطه، وترى بعضهم يسقطه بسرعة على أقرب حدث يلتقيه، وهذا تسرع وتعجل من كثير من الناس. ظهر هذا جدا في هذه الفتنة التي وقعت في مصر منذ 25 من يناير. أنت تسميها فتنة؟ معلش، هي طبعا نحن في زمان الفتن. نحن في زمان فتن. هذه الفتنة تنخرط بعد هذا عن انتفاضة مباركة كان لها أثر ضخم جدا في تغيير الواقع في الحياة المصرية والحياة الإسلامية والعربية بعد هذا على وجه العموم، بل والحياة العالمية. لكن هو الأمر في أوله، وهذا عفوا يعني دعني أقول، هذا الذي جرى وقع وجعل بعض الدعاء أو المشايخ يقف في موقف لم يعجب كثيرا من الناس. وأنا أقول يعني أعذروهم، لأن القضية في أولها قضية مشكلة، يعني أهل العلم والمؤصلين الشرعيين لا يتحركون إلا عن
عن عن شر الذي يحرك العلماء عموما والدعاء إلى الله عز وجل الصادقون يحركهم الشرع ليس الهوى وليس هذا أوزاك. الأمر لما بدأ لما بدأت هذه الثورة التي أتت كثيرا من أكلها ونسأل الله أن يتمها على خير لما بدأت على هيئة دعوة للمظاهرات، وكثير من أهل العلم يرون أن المظاهرات هذه أمر مصلحي، أمر مصلحي يعني المسألة مبنية على المصالح والمفاسد، بأن 70 سنة بنعمل مظاهرات ما بتجيبش حاجة، ولهذا مال كثير من أهل العلم إلى منعها، ليس لأنها محرمة لذاتها، الأمر أهون من ذلك، ولكن لأنها لا تأتي بشيء، فكان الغالب أو تفتح باب فتنة مثلا بالضبط يعني. هي في الغالب ما بتجيبش نتيجة، يعني إحنا الناس بيسمعوا وبينقلوها في الكاميرات وبيضحكوا علينا في الموضوع ينتهي. وبالعكس تأتي كما قلنا بتفتح بابا للفوضى أحيانا وبابا للتعدي وبابا لكذا ولكذا ولكذا. فكان النظر المصلحي الشرعي ساعة إذن والحالة هذه مظاهرات تجمعات تأتي بشيء، بالعكس تكون تفريغ للشحنة أحيانا، ناس متغاضة نطلع تخبط شوية في الأرض بيهدوا براوحوا من غير ما يحصل حاجة. فكان النظر المصلحي الشرعي المنضبط يقول ده ما يلوش لازمة، ولهذا كان ينهى عنها عامة العلماء. لم يكن هناك نظر تصور هذه المسألة، لا مسألة الخروج في المظاهرات إنها باب من أبواب تغيير المنكر. لا ما هو دفع الظلم. نحن مع المتفقون ويتفق كل أهل العلم على أن تغيير المنكر يجوز بضوابط. إذا لم يؤدي لمنكر أكبر منه. فكانت المظاهرات في شكلها الطبيعي اللي هو التقليدي لا تؤدي إلى شيء. ولهذا كان يمنع منها أهل العلم كما قلت لما يقتضيه النظر المصلحي ساعتين. لم يخطر ببال أحد أن هذه المظاهرة ستكون في آخر أمرها إلى ما صارت إليه. وكما قلت عشان كده بقول يعني أقل اللوم على من جاء في أول الأمر وقال يا جماعة ما كانش يعرف لا يحصل. رجل بيتعامل مع القضية الآن والمفتي أسير الفتوى. أسير ما يأتيه من معلومات وتصورات بيبني عليها فتوى. ما عندوش هوى، هي كان في الأول شكلها كده، ولهذا البعض قال لا بلاش لتبقى مشكلة. لما جرت الأحداث بصورة غير مألوفة وتحول الأمر إلى كونه كما قلت انتفاضة شعب يريد الخلاص من هذا الظلم والاستبداد، بدأت الصورة تتضح أكثر. عامة أهل العلم لم يرى بأسا من ذلك، بل يعني الشعب خرج، يعني تحول مسألة إلى بالضبط من كونها مسألة إذا مش قلة أو يعني تكاد تكون الفتنة مأمونة إلى حد كبير، بل معاد هناك فتنة الآن خرج كل الناس وصار النظام في وضع يعني حرج جدا لا يستطيع أن يتعامل مع هذه الحشود الغفيرة بذلك الجبروت والطغيان السابق اللي يتعامل بين 100 واحد أو 50 واحد. بقى هناك ملايين في الشرف، فأصبح النظام عاجزا بل مشلولا شللا تاما كالذي بلع السكين لا يستطيع أن يخلعه أو يدخله، يعني هو كده ميت. فصار الوضع مختلف، صار وجود الناس في الشارع ساعة إذن أداة ضغط للإصلاح ولتغيير المنكر، فكان الواجب على الجميع أن هو يعاون في ذلك. لكن خاصة ما فيش أي فوضى في هذا المشهد. فالدكتور مازن يعني الأمر وصل إلى حالة من لا عودة كما يقال، ما يصلحش حد يعود. الذين خرجوا، اسمح لي فالدكتور أن الكلام للدكتور مازن، خرجوا في هذا التوقيت بالذات وسالت الدماء وضرب الشباب ليقولوا للناس ويصرخوا عودوا من الدعاء بعد أن اتضح المشهد أو كادت ملامحه، هل يعذرون كما قال الدكتور مازن؟ ما رأيك في هذا؟ حراك بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. الموقف يعني لم يكن أحد يتخيل أو يحلم أن ده يحصل. والخطر أستاذ مصطفى الوقت أن احنا نقسم مصر لناس نزلوا التحرير وناس ما نزلوش التحرير. مصر الوقت بتقود قاطرة التغيير في 46 دولة إسلامية. مصر رجعت قائدة العالم تاني. رجعت قائدة العالم تاني، يعني من التعليقات اللي اتقالت يعني احد حكومات الدول الاجنبية ليس هناك جديد فيما حدث، المصريون دائما يصنعون التاريخ. يا سلام. فهو الوقت الله سبحانه وتعالى ارجع مصر تاني في المقدمة بعد ما كان في قهر المصريين، وابن خلدون بيقول في المقدمة بتاعته من لم يرى القاهرة لم يرى عز الاسلام. الله. فالوقت القاهرة رجعت تاني، مصر رجعت تاني، العالم كله مستني الوقت، رياح التغيير في العالم بتهب الان من مصر بفضل الله سبحانه وتعالى. فيجب ان احنا يعني ندرك اللي بيحصل دلوقتي، الوضع اخطر من ان احنا نقسم الناس مين اللي حاصر بسبيرو ومين اللي ما حاصرش بسبيرو، مين اللي حاصر قصر العروبه ومين اللي ما نزلش قصر العروبه، مين اللي كان في التحرير ومين اللي ما كانش في التحرير. احنا دلوقتي في مرحله اعاده بناء الانسان المصري. اعاده بناء الانسان المصري، الناس دلوقتي لو اتغيرت، احنا يعني كثير من يعني من مشايخنا ودعاتنا وكثير من غيرنا على الاسلام دلوقتي بيقولوا عايزين الدوله تفعل الماده الثانيه من الدستور. الشعب هو الوقت اللي لازم يتغير. الوقت لو كل النساء محجبات، هل في حاكم في الدنيا مراته مش هتحجب؟
الوقت لو كل الشعب عايز دين، لو جه اوباما يحكمنا اوباما يعمل ايه؟ هيحكم بالدين. فالوقت حتى بمنطوق الديمقراطيه باراده الشعب غيرنا يعني اكبر نظام ديكتاتوري موجود لم يكن، او راس النظام يعني لسه الازيال بتلعب طبعا راس النظام اكبر راس ديكتاتوريه في العالم غيرت. يبقى عايزين نكمل بقى، لو احنا وقفنا عند هنا لن يحدث شيء. يعني نقول الشعب المصري بفضل الله سبحانه وتعالى اكتشف نفسه وقدراته من جديد. صحيح. يعني غير رأس النظام كما تقول يعني. نعم. تفضل. فإحنا الوقت في مرحلة يعني إيه، هنقدر نتغير ولا لأ؟ هنقدر إن إحنا نتغير تغيير حقيقي ولا لأ؟ إن الله لا يغير، التغيير ده نسب إلى الله. ما بقوم حتى إيه يغيروا، التغيير الثاني في الآية نسب إلى الناس ما بأنفسهم. يبقى في تغييرين، تغيير الله اللي يقدر عليه سبحانه وتعالى. مين اللي هيغير الواقع الظالم في العالم كله؟ مين اللي هيغير اليهود وإسرائيل والواقع ده كله؟ مين اللي هيرجع الحق؟ ده الله اللي يقدر عليه. إنما احنا في تغيير ثاني احنا مكلفين به، إن قدرنا عليه ساعتها فعلا الله سبحانه وتعالى هيغير كل حاجة فينا. لازم نتغير في المحرمين، لازم نعرف خط سير 46 دولة إسلامية مستني الوقت خط السير بتاع مصر. مصر هتمشي فين؟ مصر هتعمل ايه؟ شعبها هيروح فين؟ كنا من يومين في الشارع بننقش في الحاجات ونكنس ونلم الحاجات يعني اتجاه يعني احنا الشعب بيتغير، بس لازم الكل يقف في هذا الامر. لازم نفهم ان كل شرفاء هذا الوطن وكل الامناء على هذا الوطن يجب ان يتعاونوا في هذه المرحلة، لان المرحلة الجاية كبيرة وخطيرة وفي معركة شرسة حول الشريعة الاسلامية قادمة في الشهور الجاية. يعني تقدر تقول ان احنا داخلين على مرحلة صراع في الافكار، داخلين على مرحلة صراع ايديولوجي خطير جدا ما بين التيارات العلمانية والليبرالية وما بين كل من هو متمسك باسلاميته، كل من هو متمسك بالاسلام. كل عصر الاسلام بيدي فيه اعجاز جديد. العصر ده عصر الايديولوجيات، الاعجاز الاسلامي اساسا الاعجاز التشريعي، اعظم رحمه نزلت من فوق سبع سماوات على اهل الارض الان هي الشريعه الاسلاميه. مش عارف حركه يعني ايه شريعه اسلاميه؟ مش كلمه شريعه في اللغه يعني ايه؟ شريعه في اللغه، انا كنت جايب معايا لسان العرب معجم ماده الشرعه عشان يعني يمكن اقرا منها في البرنامج. شريعه دي اصلا معناها في اللغه النهر المتدفق الغير متوقف الذي لا يتوقف تدفقه، اللي سهل جدا انه يورد ويسقى منه ويشرب منه، غير البير اللي لازم نطلع منه الاول عشان الناس تشرب وعشان الابل تشرب. لو الوصف ده الطريق اللي بيؤدي للنهر ده وده الشريعه. يا سلام. فالشريعه دي بهذا الجريان وهذا الجريان والتدفق والاحجاز والاعجاز في اول 100 سنه بعد موت النبي عليه الصلاه والسلام لم يطبق حد الزنا الا 6 مرات. الان بيوت البغاء وشبكات البغاء على الانترنت، فين الكلام ده دلوقتي؟ يعني الشريعه الاسلاميه قمه الرحمه. انت لو حضرتك دلوقتي يقول لك القصاص والحدود ومش الحدود، انت لو دخلت اوضه العمليات لقيت الجراح فتح بطن العيان وبيشيل حته، هتقول له انت بتعمل ايه؟ انت ازاي تعمل كده؟ ده هتقول ده يقينا قمة الرحمة، ويقينا الحتة اللي بيشيلها دي كان العيان هيموت بسببها لو ما كانتش اتشالت. عايزين نثق لما ربنا يقول السارق حده كذا، لازم نثق يا اخوان. اتهام شرع الله ده اتهام لله. هل نريد ان نجعل الله مثل ملكة بريطانيا تملك ولا تحكم؟ هل نريد ان نعامل الله كما تعامل الشعوب الاسلامية الان حكامها تماما لما بيقولوا لهم انتوا مالكوش حكم علينا، احنا متمردين على حكمكم؟ نقول لربنا كده احنا يعني حراك، احنا دلوقتي في مرحلة صراع ذاكرة، يعني مش عايزين ننسى، مش عايزين ننسى الاسلام قدم لمصر ايه ومصر قدمت للاسلام ايه. في 1% من الشعب دلوقتي قصاد 99% مسكين في الاسلام وبيحبوا الاسلام، 1% بيخوفنا من الاسلام، بيخوف الناس من دين ربنا. نسيت يا مصر، نسيت يا مصر، ده انت شريان الاسلام، ده انت يقول لك العروبة اسلام، لا عايزين العروبة. هو مين اللي خلى مصر عربية غير الاسلام؟ يقول لك الاسلام، لا عايزين الحريه. هو مين اللي شال 25 نوع من انواع الضرائب عن كاهل الشعب المصري لما عمرو بن العاص دخل الاسلام؟ يقول لك ده مصر ديت هي اللي علمت العالم كله حب الاسلام، هي اللي نشرت في العالم كله حب الاسلام. مصر دي شرايين التاجيه بتاعت قلب الاسلام. فاحنا عايزين، مش عايزين ننسى ان لما التتار دخلوا العراق وجماجم الجماجم بقت جبال والخليفه اتحط في شوال وفضل يضرب بالاحذيه حتى قتل، و2 مليون انسان مسلم اتقتلوا في هذه المجزره، وبعد كده زحفوا نحو الشام اللي قام جنود مصر وشباب الرسول صلى الله عليه وسلم كان بيموت وهو يموت عليه الصلاه والسلام في مرض الموت وهو يقول الله الله في قبط مصر، الله الله في قبط مصر. حديث صحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. ده الشعب ده وصيه الحبيب عليه الصلاه والسلام. مش عايزين ننسى ان الشعب ده هو اللي فتح ابواب حصون مصر
يوم ما الإسلام جه أول مرة وكان لسه ما اعتركش الإسلام. مش عايزين ننسى إن الشعب ده مش عايزين مصر تنسى الإسلام ده إيه وهي يدة الإسلام إيه. لما عمرو بن العاص بعت لعمر بن الخطاب أيام مجاعة قال له لأرسلن لك قافلة أولها عندك وآخرها عندي. مش عايزين ننسى ابن الراجل ابن 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 النصراني في مصر لما سافر من مصر للمدينة المنورة عشان يشكو رئيس جمهورية مصر العربية عشان يشكو رئيس الدولة لعمر بن الخطاب عارف ان في عدل. مش هننسى لما عمر بن الخطاب استقال من منصب القضاء بعد سنتين وروح لأبو بكر الصديق ما فيش قضايا بتيجي الكل عارف يعني عدل الإسلام وعارف ده احنا ديننا ده الابتسامة في عبادة حركة الوقت مبتسم دي عبادة إن احتسبت على الله تكتب ليك في ميزانك وتكون في ظلها ده ديننا ده الجمال في عبادة إن الشيخ مازن يجي جميل إن الأستاذ مصطفى يقعد جميل إن الواحد ده عبادة في ديننا. هننسى أعظم رحمة على وجه الكرة الأرضية إزاي هنستبدل قانون فرنسا ولا قانون نازل من فوق سبع سماوات. مش عايزين ذاكرة هذه الدولة بالذات الدولة اللي هي خير أجناد الأرض اللي الرسول صلى الله عليه عليها فسيكونون لكم عدة وأعوانا في سبيل الله في مرض موته عليه الصلاة والسلام. ولما مش عايزين ننسى لما الرسول صلى الله عليه قال إن لكم فيهم ذمة ورحمة صحيح مسلم ذمة واستوصوا بأهلها خيرا فإن لكم فيهم ذمة ورحمة صحيح مسلم. مش عايزين ننسى الإسلام ومصر قصة الإسلام ومصر دي عاملة زي اتنين حبايب كده وبعد كده واحد حبيب منهم راجع بقى بعد السفر فالتاني مش عايز يحضنه بيقول أنا خايف منك انت خايف من ايه خايفين من ديننا خايفين من شرعتنا ناسيين الصليبيين لما شاو الاطفال في فلسطين شاووه ده مصر دي اللي بدمها حررت فلسطين من الصليبيين صحيح لما شاو الاطفال وكلوهم وحطوا الصليب على بيت على بيت على على المسجد الاقصى ومنع خطبه الجمعه في 91 سنه والناس اتدبحت في كل شوارع فلسطين لغايه ما ركب الخيول غاصت في الدماء واللي خرج ضد الصليبيين جنود مصر وشعب مصر بدمهم واموالهم وذهبهم وخرجوا وضحوا بارواحهم عشان هذا الدين. هنيجي النهارده يعني ذاكره مصر يجب الا تخلو ابدا ابدا من هذه القصه الحميميه العظيمه اللي بقى لها 1400 سنه بينها وبين هذا الدين. ولذلك تم الاعتداء على كل هذه المفاهيم في 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 العهد البائد في التعليم وفي الاعلام وفي يعني لم يكن نظرا لهذا الكلام للاسف كانت مصر بالنسبه لهم أغنية وخلاص يعني ما شربتش من نيلها والنيل بيترمي فيه النفايات وحاجات من هذا القبيل. لكن أنا برضو ونحن بدأنا الكلام عن قصة ضوابط التعامل مع أشراط الساعة ومع موضوع الفتن تحضرني هذه الآية الكريمة إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء يعني كيف تكون الفتنة نفسها مضلة أحيانا وهادية أحيانا. الفتنة التي حدث ثم أفرزت كما قلت فضيلتك الثورة العظيمة والشباب اللي إحنا مستغربين إن الشباب دلوقتي متطوع بيكنس الشوارع وبينظف وعايز بلده جميلة. هل هذه فتنة هادية؟ نعم طبعا يعني هو الفتن ابتداء كما قلت في مطلع كلامي إذا أقبلت لا يعرفها إلا كل عالم وإذا أدبرت يعرفها كل الناس. نعم وذا كما بينت في مطلع كلامي مبني على حسن استقراء للواقع. الفتن أحيانا قد تكون عاقبتها خيرا وقد تأتي المنح من رحم المحن وهذا الذي جرى يعني من كان يظن أن هذا الذي جرى في مصر يتمخض في آخره عن زوال دولة الظلم وعن قطع هذا الرأس الظالم الذي أذاق البلاد ويلات كثيرة في هذه 30 عام الماضية. وأنت أحد الذين تم الاعتداء عليك في جامعة الأزهر إلى غير ذلك. أنا أمري هين لكن يعني أمر الدين أعظم من ذلك بكثير. بأي معنى يمنع الدعاة إلى الله عز وجل مع كونهم أهل علم وأهل فهم من التصدر لتعليم الناس الدين؟ بأي معنى يحارب الإسلام في المساجد تمنع الدروس والخطب لمصلحة من في الوقت الذي تباح فيه الخمارات وبيوت الدعارة تفتح على مصاريعها؟ بأي معنى تغلق هذه القنوات الإسلامية أصلا وتفتح في المقابل قنوات للتنصير وقنوات للتشيع على مصراعيها على نفس القمر؟ يعني ولا تعجب لما تعرف ان اللي كان بيقود الدفة هذه طبال. يعني ده طبيعي جدا ما يكون واحد طبال هو الذي يقود دفة الإعلام في مصر. فعندئذ طبيعي جدا تغلق قنوات القنوات الإسلامية النظيفة وتفتح قنوات الدعارة والعهر والتنصير والتشيع على مصاريعها. فكل هذا هو الذي أدى بهم إلى ذلك. يعني هؤلاء الناس لو كانوا يفقهون
هذا الذي هؤلاء الذين كمموا الدعاء وأغلقوا منابع الخير وجففوا موارد النور، لو كان هؤلاء يعقلون لفتحوا الباب لهؤلاء المشايخ حتى تقوم الدنيا لهم، لأن هذه الحضارة وهذا العلم وهذا التقدم لا يأتي قط إلا من رحم الدين ومن رحم العلم. والله عز وجل يرفع بهذا العلم بيوتا لا عماد لها. فهم للأسف لما كمموا الأمر لم يقف عند حد الدعاة أو حد علماء الشريعة فحسب، بل يعني نفر وخرج بسبب هذا الذي كان يجري من محسوبيات وظلم فادح وعدم تكافؤ فرص كل أصحاب الكفاءات، فأصبحت مصر خاوية على عروشها، كل شخص يجد في نفسه شيئا من البراعة في فن ما أو في علم ما لا بد من أن يرحل، لأنه إذا جلس سيدمر، لن يكون له لن تقوم له قائمة. بس احنا صراحة مش عايزين نطيل في ذكر الماضي، فهو لا يخفى على أحد، كل الناس الآن تعرف الذي كان، وكلهم ذاقوا منه ويلات كثيرة، وكان يمنعهم تلك السياسة المرعبة، هذا النظام الظالم المتفنن في إرهاب الخلق، كان قد نفث في روع الناس جميعا أنه لا منجا لهم من هذا النظام، وأنه ما فيش حل، خلاص معاكم حتى النهاية، عليه تموتون يعني. ولهذا ما كانش حد يقدر يتكلم، تجد النهاردة تجد الناس عندها حالة من الإسهال في الكلام يعني كله متكلم، اللي بيعرف واللي ما بيعرفش، واللي عايز واللي مش عايز، واللي فاهم واللي مش فاهم، كله بيقول أي حاجة، لأن 30 سنة تكميم أفواه، ما يتكلم أحد إلا إذا كان يتكلم بأمر الأمن. نعم. يعني حتى تعيين الدعاء، كلام المشايخ، توظيف الأطباء، ما عاد أحد يصير إلا بقرار من الأمن، يعني إيه دخل الأمن إن أستاذ يعين في الجامعة أو رجل يعين في منصب الإفتاء أو مشيخة الأزهر، لا يعين هؤلاء إلا بقرار من الأمن. نعم. وأين أهل أهل هذا الباب؟ يعني ما هذا الفساد الذي ضرب بجيرانه في كل مكان، جعل الحجر يتكلم. لكن احنا ما نبغي نستطرد في هذا الكلام كثيرا، فهذا الامر لا يخفى على احد والحمد لله. الذي نبتغيه الان ماذا سنصنع غدا؟ يعني الان الذي انجح الله تعالى به هذه الثوره هو الوحده، كان هناك حاله من الترابط والوحده الشديده حتى بين المتعاكسين، يعني كان الشيوعي بجوار الليبرالي بجوار الاسلامي بجوار النصراني. احنا طبعا ما بنقولش ان ده كله صح، وان كما كان يقول البعض كل واحد، لا طبعا، فواضح الحق ان الباطل، لكن نحن الان في مرحلة حساسة وحرجة تحتاج شيء من الترابط هذا حتى نخرج من هذه الازمة. يعني ليس هذا الان وقت تقسيم الامور ولا وقت الحسابات، لا مش وقت التصنيف ولا حسابات، الان هذه المرحلة بالذات يعني ينبغي ان نعبرها بهذا العقل الذي عبرنا به هذه الازمة في ذروتها. يعني اللي كان في اثناء في ميدان التحرير مناظر عجيبة، يعني هذا من لطف الله تعالى بهذه الامة. يعني كنت ترى امور يعني ما تصدق ان هذا قد يحدث يوما ما، خبر حضرتك. فبمثل هذا المنطق نريد أن نسير على الأخص، يعني ما أقول إحنا نجمع هذا الشتات المتفرق من الشراذم الفكرية معا حتى في الآخر تبقى المسألة بايظة خالص، لا، على الأقل يعني أهل العلم وأهل الدين اللي هو كشفت هذه المحنة عن تشرذم من واسع النطاق بينهم وعن عدم اتفاق على شيء، كل واحد ماشي في سكة، كل واحد هو شيخ نفسه ولا يقبل من أحد نصحا، ويسير حسب ما تمليه عليه أفكاره ومعرفته وإن كانت قاصرة وعدم محيطة بالواقع. هذه فرصة نتعلم من هذا الذي جرى وهذا الفتح الذي فتح الله به على مصر وعلى الأسلام من بعدها، تعلم أن الذي سينجينا من المأزق الذي نحن فيه الآن الوحدة والاتحاد والاتفاق، تنظيم الصف، بغي نرتب بيتنا الداخلي ترتيبا جديدا، ننظر فيه لمواطن القوة، لازم يكون لنا مكان في هذه في هذا المحيط الممتلئ الآن بأفكار الهدامة. أنا في شيء يعني سيء جدا ظهر الفترة الأخيرة، الشباب مش واخدين بالهم، كما قلت عندهم احتباس وعندهم ضغط 30 سنة، فطلع في الفترة دي بس 50 حزب عايزين يطلع، إيه الفكرة يعني إيه قصة الأحزاب، وكل خمسة يتكلموا لك إحنا ممثلين عن الشباب وعن التحرير. يعني القضية يا جماعة كده أنتوا دخلتوا في سكة ثانية خالص، مش ده المطلوب. لو كنتوا عملتوا كده أثناء الثورة ما كانش نجحت، ولهذا اللي هيمشي على هذا الخط بعد كده مش هينجح. تفتيت الأمة وده مقصود. كل 10 يتلم مع بعض يقول لك احنا شباب الثورة، واحنا شباب مش عارف الفيسبوك، واحنا شباب البتاع. الثورة هذه في أولها دعا لها الشباب، لكن من الظلم
أن تظل قاطرة عليهم تنسب لهم وحدهم. نعم. الشباب اللي طلعوا دول جزاهم الله خير وكان لهم يعني سبق خير وكان وشكرا لهم ممتد، لكن الذي آذرهم وأنجح هذا الأمر بفضل الله تعالى وقوف الشعب كله صحيح جميع أطيافه دون من قتل استشهد في أماكن كثيرة ومحافظات يعني وحركة الزخم الذي كان يملأ الشارع مش كلهم شباب. نعم. فما ينفعش ان احنا نختصر هذا كله في 4-5 استنفار مع شكرنا لهم ونقول دول هم دول اللي هيحركوا البلد، دول اللي هيعملوا، دول هيسووا. لا، الامر اوسع من هذا. احنا نريد الان ان تنهض هذه البلاد. ولهذا انا يعني اؤكد على ما يؤكد عليه العلماء عاده في مثل هذا الموقف من وجوب تكاتف الجميع. الناس النهارده عاملين يعملوا مظاهرات فئوية وعايزين يطالبوا برفع الرواتب وعايزين يطالبوا بازاله المدير الفلاني والبتاع الفلاني، ليس هذا وقته. يعني لا تضيعوا هذه التفاصيل، لا تضيعوا هذه الثمرة وتشتتوها. هذا الذي كان يدافع، الذي كما قلت الذي كان يدافع عن حريته من العيب، يتظاهر من أجل الحرية عيب عليه، يتظاهر من أجل رغيف العيش. أنت كنت في الناس كانت عالية قوي من شوية، كانوا بيتكلموا في حاجة عالية قوي في الحرية والعدالة وكلام كبير، يتنزل بهم الأمر إلى هذا يقول لك والله عشان زودني 500 جنيه و200 جنيه. والحرية والعدالة والأهداف الكبرى تأتي بهذا. وإحنا طبعا ما بنخلص إطلاقا من إن هؤلاء الناس مظلومين فعلا، هناك أمور يعني ليس لها حدود، لكن يا جماعة ضعوها في موضعها مش وقت. نعم. انتظروا شيئا ما. الحرية كما أشار الدكتور مازن وعلاقتها بالدعوة، ماذا تعني الحرية للداعية؟ في الحرية يعني حضرتك هو الحريه ديت يعني وجينا نشوف ايه سبب اي حاجه الغرب فيها دلوقتي، هنلاقي الحريه لما بقى في حريه بقى في حريه فكر بقى والدول اللي تقدمت هي الدول اللي اقتربت من الاسلام، اكثرهم تقدما امريكا لانها اكثرهم من ناحيه الانظمه بتاعتها، مش من ناحيه التطبيق دلوقتي ولا من ناحيه الجور والظلم الحالي، اكثر دوله في العالم اقترابا من نظام انتخاب الحاكم في الاسلام امريكا، اكثر دوله في العالم اقترابا من النظام الاداري في الاسلام امريكا، اكثر يعني فعلا الدوله قريبه في حاجات كتير جدا. الحريه بالنسبه لنا يعني مطلب عظيم، ولكن للاسف استاذ مصطفى يعني طبعا بالنسبه لنا احنا كدعاه طبعا كلنا ذقنا المنع وذقنا التهديدات وذقنا الافتراءات وذقنا ما يعني تسطر فيه قصص تسطر فيه قصص. لما احد الناس جه يكلم يعني بعض الدعاه فبيقول له انت كنت فين وقت التحرير؟ فيعني ايه يعني انت اللي كنت فين؟ انت اللي كنت فين من 20 سنة و 50 سنة و 100 سنة واحنا شايلين كفاننا على ايدينا وكل ليلة مهددين يعني انا لو ذكرت الوقت الكلمات اللي كل واحد مننا سمعها بس يعني والترهيبات والتهديدات بالقضايا والتهديدات بكذا، الا ان برضو مش دي القضية. القضية الوقت بمناسبة الحركة قلت كلمة الحرية، كنت بكلم احد الشباب فبقول له احنا عايزين الحرية، احنا الوقت المطلب بتاعنا ان احنا يبقى عندنا حرية انتخاب اللي يحكمنا. فقال لي ليه عايز الحريه ليه؟ قلت له لان لو الشعب خد حريه انتخاب اللي يحكمه هيجي حاكم مسلم، الشعب هيختار حاكم مسلم. قال لي هو الحريه اجيب الاسلام؟ قلت له اه. قال لي مش عامل حريه. سبحان الله. ده نقاش بيني وبين احد الشباب في لجنه من اللجان الشعبيه اللي كانت واقفه في هذه الايام في المظاهرات، قال لي مش عايز الحريه. يعني يعني يا اخواني يعني القضيه دلوقتي يعني بنسمع كثير من الناس يقولوا تفعيل الماده الثانيه من الدستور، الحكومه لازم تفعل الماده الثانيه من الدستور. اللي لازم يفعل الماده الثانيه من الدستور هو الشعب. اللي لو خد الحريه هيستغلها ازاي؟ اللي لو خد الحريه يعمل بقى ايه؟ اللي لازم يفعل الماده الثانيه من دستور الشعب. يعني البنوك الاسلاميه والبنوك الربويه اتحطت قدام الناس الفتره اللي فاتت، معظم الناس اختار ايه؟ اختار البنوك الربويه. وهو قدامه الاثنين، فقه المواريث مطبق في محكمه الاسره 100%، يمكن حكم واحد مختلف فيه من وسط 1000 حكم اللي هو حكم الوصايا الواجبه، الوصايا الواجبه للاحفاد اللي ابوهم بيموت، يعني كلها عشرات الاسلاميه. مين اللي مكسر المواريث؟ مش القرى اللي مستشري فيها اكل المواريث تاكلون التراب اكل لما؟ مين؟ من بعد واحد ومن بعد سنه 80 لما السادات اراد تمديد مده الرئاسه وكان ما فيش حل غير انه يقول الشرع الاسلامي هي المصدر الرئيسي، فالدستور كله ايه؟ ما في كلمه اسلام، فالناس تقبل وتعدي الدستور باللي فيه. لما حصل ده من سنه 80 ما فيش قانون مخالف للشريعه ينفع ان هو يتحط. لما اتعمل مؤتمر السكان ما ينفعش الاغاظ يدخل، ما ينفعش الزواج المثلي يتعمل بقانون، ممنوع. مين اللي دخل المنكرات اللي حصلت في ال 20 سنه اللي فاتت او 30 سنه اللي فاتت من سنه 80؟ مين اللي طلع فلانتاين؟ مين اللي طلع؟ يبقى اذا يعني القضيه الوقت قضيه ان احنا عايزين نفعل الشريعه في حياتنا، عايزين نبقى ناس طلاب شرع الله، عايزين يعني معلش يا استاذ مصطفى الفكره يمكن مسيطره عليها شويه، يعني فكره المصالحه القلبيه ما بيننا وما بين شرع الله.
نعم. الناس في الشارع الوقت يقول لك الشريعة يعني انت هتعمل ايه؟ يعني انا اما اجي ادخن هيبقى حرام ادخن؟ قال له طب وكلنا هنقصر البناطيل ولازم هتخلينا كلنا نرب دقننا وكل الستات تتنقب ومفيش اي حد يعمل اي قناة فيها اي كليبات على مزاجه واي حد يدخل اي موقع نت في اي وقت على مزاجه واي واحد يمشي مع اي واحدة في اي مكان في اي ساعة على مزاجه واي مغني يعمل اي اغنية وينزلها في اي البوم في اي وقت على مزاجه. قال له هو انتوا هتعملوا في السياحة والبنوك قال هناكل منين لو لغيتوا السياحة هناكل منين ولو لغيتوا الناس مش قادرة تتخيل ما هو الاسلام مش قادرة تتخيل يعني فعلا نموذج ان احنا عايزين شوية ثقة في الله عايزين شوية ثقة في شرع الله. يعني احنا الوقت لما بنيجي مثلا واحد في وشه حسنة والكاميرا قامت مسلطة على حسنة بقت كل الشاشة الحسنة الشاشة هيبقى شكلها ايه؟ هيبقى شكلها وحش قوي قوي في حين ان الكاميرا لو جابت الوش على بعضه الحسنة ديت حتى سموها حسنة يعني الحسنة ديت من اسباب الحسن اللي في الوش اصلا من اسباب الجمال فيجي يقوم بصص على حكم صغير المرأة تاخد نصف الورث. هو انت بصيت ان المرأة دي ما فيش اي مسؤولية عليها مادية في اي دور من ادوار حياتها في حين ان وهي بنت ابوها يصرف عليها وهي زوجة جوزها يصرف عليها جوزها مات ابنها يصرف عليها ما عليهاش. بص للمنظومة ككل. اذا مهمة الدعاء خلينا نختم بهذا النداء المهم جدا على الدعاء الى الله تبارك وتعالى على اختلاف مشاربهم واتجاهاتهم وامكانياتهم العلمية ان يعملوا على تفهيم وتبسيط الشريعة لدى الناس تقريب الشريعة لدى الناس وتحبيب الناس في شرع الله سبحانه وتعالى لان هناك كان هجوم طويل لسنوات عديدة على شريعة الله وأنها حدود وأنها فقط انقطع يد وهكذا. وهذه مهمة قادمة بإذن الله تبارك وتعالى الكلام مع الجميل مع أهل الدعوة والعلم والجمال والدعاء الذين أبلوا ويبلون بإذن الله بلاء حسن في ساحة الدعوة إلى الله جميل ولكن الوقت الجميل أيضا يمر سريعا. أشكر باسم حضراتكم لفضيلة الأستاذ الدكتور مازن السرساوي جزاك الله خير دكتور أشكرك والداعية الجميل أيضا الدكتور حازم شومان أشكرك دكتور وجزاكم الله خيرا ونلتقي في بقية فقرات اليوم المفتوح. استودعكم الله. السلام عليكم ورحمة الله.